السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بيان الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، يلقيه على مسامعكم أحد أنصاره إلى الله، والبيان بعنوان تذكير للمستعدين للقاء الله الربانيين أحباب رب العالمين. تذكير بوصايا الإمام المهدي إلى الأنصار. كتب الإمام البيان بتاريخ 5 من شهر ذو الحجة 1442 هجرية، الموافق 15 من شهر 7 2021 ميلادية بحسب التقويم الرسمي لأم القرى. سلام الله على المؤمنين أولياء رب العالمين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ثم أما بعد، فإذا فرغت من الدعوة إلى الله فانصب، وإلى ربك فارغب في سكون الليل، ونافلة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وتسابقوا إلى الخيرات وسارعوا إلى ربكم رغبا ورهبا، وكونوا لله خاشعين. واعفوا عمن ظلمكم، واعطوا من أعطاكم ومن حرمكم، واحسنوا إلى من أحسن إليكم وإلى من أساء إليكم. وإذا خاطبكم الجاهلون فقولوا سلام الله عليكم وعفى الله عنكم، فلا نبتغي أن نكون من الجاهلين. واكظموا غيظكم واعفوا عن الناس يحبكم الله، وكونوا من المحسنين. وتواضعوا لفقرائكم فلا تحقروهم، واعطفوا على المساكين، ومن رحم الناس رحمه الله أرحم الراحمين. ومن تواضع للمساكين والبائسين فأشعرهم بالاحترام وبالكيان، وأنهم أناس محترمون رفع الله مقامه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، واسألوا الله من فضله، وتنافسوا بالمال على حب الله وقربه، هو خير مما يجمعون، فيوعون ثم لا يجدون ما أوعوا. وأما الذين أنفقوا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم سيجدونه عند الله هو خير وأعظم أجرا، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وبروا والديكم فهم أحق الناس بكم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا تؤذوا جيرانكم، فمن يؤذي جاره فليس من الله في شيء. والمسلم من سلم الناس من شره وأذاه. وعامل الكافر بمعاملة الدين بين المؤمنين حتى يتبين له ما يأمركم به دينكم من مكارم الأخلاق. واستعدوا ليوم لقاء الله يوم رحيلكم من هذه الدنيا إليه، فذلك يوم لقائه فليستعد. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.